الشيء بعد ما كان ضيفنا في الساعة الأولى اللاعب نجم الريف الساحلي إيهاب المساكني استقبلوا حاليا بالتليفون العضو المستقيم للهيئة المديرة للنادي الإفريقي طارق العاصي موجود معنا بالتليفون. مرحبا، مرحبا بك سي طارق. أهلا وسهلا، مرحبا يا سلام، شنو أحوالك؟ والله الحمد لله، شنو أحوالك أنت؟ الحمد لله الحمد لله. احنا الحمد لله احوال لك كل يوم تعجب الظهر. والله أنا حبيت المرة اللي فاتت التدخل بتاعي معاك في موضوع الاستقالة والانسحاب، اي حبيت أن نوضح بالنسبة للبيان اللي خرج البارح في الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي، وكيفاش صارت المداولات، وكيفاش اسمي أنا واسم سي توفيق بن سمير دخلوا في الموضوع هذا. دونك أنا أتكلم فيك كما قلت عضو مستقيل، عضو منتخب، منسحب ولا مستقيل؟ خاطر خاطر باش نوضحوا المفاهيم، خاطر ديما الكاتب العام نتاع النادي الافريقي سامي المقدمي يؤكد انه الاستقاله ماهيش انسحاب، ماهيش نفسها سي طارق. مش مشكله، انا مانيش موجود في وسط الهيئه المديره هذه، باهي متغير الاتصال معاهم يكون ساعه هاتفي مع زملاء نسمع في مع بعضنا كما في التوفيق كما حمزه الاستاذ كما كذا. هو انت عايش في ضد في شان النادي الافريقي هذاك كمحبين معناتها كمان خارجين في النادي الافريقي وشان النادي الافريقي يهمنا. قبل ما نحكيو في ندخل الموضوع سي طارق حمست لك، علاش انت انسحبت مش استقلت؟ نفهم شنو هو الفرق من عندك انت؟ لا عندما ما فسرناه هذاك اي مساج باش تعبت تسمع فيها تفهم معنا. دي كلوب افريكان. ولا بون الاستقاله سيبوز تنحي عضويتك تنحي انخراطك تنحي مش تقعد منخرط في النادي الافريقي. فهمت. ما عنديناش مش هذا الاشكال، مش احنا. شأن النادي الافريقي باش يهمنا كيما البارح كيما اليوم كيما غدوه. باهي بالنسبه لمساله الزج دخلت في هيئه مديره، ما دخلتش باش بور فات لا فيكوراسيون، دخلت باش نكون عضو فاعل ونشارك في القرار وكذا. ما صارش هذاك عندك نفس الاستقاله تنجم تنشر الانسحاب تنجم تنشر. اي ديجا باش نشوفوه قاعد موجود اللي يسمعوا فينا يسمعوا خلي موجود على الباج نتاعنا. شنو هما الاسباب؟ خلينا نرجعوا للموضوع الجديد هذا، كيفاش احنا عاودنا رجعنا في على الساحه فيما يخص شان النادي الافريقي. نهار 18 مايو فارد جينا ايميل من الكتابه العامه تدعونا الى اجتماع. استغربت انا وكلمت افريق واستغربت اجتماع شلون اجتماع؟ الاجتماع شنو حد شوفوا وقتاش نجموا نجتمعوا كهيئه مديره. قعدت كيك حكايه الحق صار تهاتف مع سي سامي المقدم طيب جا وكذا وراهو عندنا هكا موضوع مواضيع مهمه وكذا كذا كذا حتى كيك الحكايه ما تفعلوش برشا الميل في احكي لك الهيئه الكل جاه الميل هذا اللي هو فيه دعوه لحضور لاجتماع هيئه مدير ما تفعلتش جل الاعضاء ما تفعلوش بالميل بون قاعد يقول لك مازلنا كونفينمون مازال كل واحد في امور والاوضاع تعرف كيفاش. ما عندناش نهار 27 جينا ميل اخر فيه تحديد موعد للاجتماع نهار 29 ميل. باهي فيه زاد جدول اعمال ان ظرف الاحكام اللي هبط على الباج اوفيسيال. ها؟ اللي هبط خرج في الباج اوفيسيال وتنحى. والنظر في فتح باب الانخراطات ودعوه لجلسه عامه تقييميه. والنظر في التعيين لجنة إنقاذ مكلفة بالإعداد وبيع الانخراطات وللجلسة العامة مع تعيين الموارد المالية تعبئة الموارد المالية والإعداد لبرنامج الإنقاذ. شفت هذا من زوج نقاط ثانيين. النقطة الأولى تهم الناس الكل هذيك نعرفوها الأحكام والقضايا ودرا شنو وعلاش صارت وش نجر عليها كذا هذاك الكل ما فيهش نقاش معناتها فيه احكام وفيه فيفا وتاس واحكام صادره لازم نتفاعلوا فيها هذيك النقطه الخلافيه. النقطه الثانيه مهمه اللي هي كان سبب خروجنا من اسباب خروجنا اللي هي فتح باب الانخراطات مبني حتى في النص نتاع اي ها قاعدين نشوفوا فيه على لايف ستريمينغ نتاعنا رانا طلبنا حتى طلبنا في فتح باب الانخراطات والتفاعل والتشاور في قرارات النادي وكل ما يهم شأن النادي اللي هو ما كانش صاير. ما عنديناش هو هذاك كله تعدى ومشى في التاريخ.
والنظر في تعيين لجنة إنقاذ مكلفة بإعداد هذية. شفت اللي أنت الباراجراف نتاع الانسحاب وقت حكينا على 6 مليون دينار اللي متهم الجماهير. عرفنا راهو في جلسة، قلت في جلسة في 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 اجتماع اجتماع هيئة مديرة في نوفمبر يقول عرفنا راهو المقترح هذا، عرفت أنا المقترح هذا وما كانش فما تفاعل بون تفاعل من النافذين اللي احنا المديرة زعما تمد يدها لجماهير النادي، منهم منخرطين منهم مش منخرطين، منهم داعمين، منهم الفريق اللي عمل الابحاث وقطع الابحاث، فهمت؟ هذوما الكل صابنا باش نتفاعلوا معاهم ما كانش تجاوب. هذاك سبب زاد خروجنا، سبب الاسباب انسحابنا. تبعني مليح. دونك اسباب الانسحاب موجودين والتو قايمين ازاي. هو الى حد الان في الكلام اللي تحكي فيه ما فماش مشكل، سي طارق المشكل وين بالضبط؟ ما فماش مشكل. انا نعطيك المشكل. المشكل انا اليوم فما بيان محطوط فيه اسمي واسم توفيق بن سمير. فهمتك. خلينا نكمل لك حكايه الاستدعاء اللي استدعاهم. تفضل. هي صار تفاعل وتفاعلوا معنا حتى المنخرطين مشيوا 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 وحضروا وخلي نحدوا هال فتح الانخراطات وتعيين اللجنة تنقاذ مكلفة بالانخراطات ومن بعد انقاذ الهدي وتعبئة الموارد وكل هذوما مطالبات طلبناهم. خلي علاش نرجع لك الانتحار طلبناهم لواش احنا تفاعلنا قلنا يا باهي قالوا نجي ونجي ونجي بعد اذا بيها وليت لا توا نتفاهموا بالتليفون ونتفاهموا الواحد مع لازم نتواصل هو السيستم المقدمي في صحة تعبوه برشا قام بواجبه باش تصل بالناس الكل وكذا بعد يخرج بيان فيه ناس محطوطه وناس ناحيه من اللي كان استدعى الناس كلهم بعد يجيو ناحيه الثانيه هذا سمي اللي كان يتنحاهم شي فوزي صغير يتنحى شغل مش يتنحاك مجدي حسن يتنحى محمد بريدة يتنحى هكا نتعاملوا مع بعضنا اي علاش شنو صار؟ هذه فور هذايا طريقة التعامل هذا علاش احنا انسحبنا على خاطر ما فماش تفاعل ما فماش انسجام فهمت ومن بعد نلقاو الجزء الأول نتاع البيان معقول فيه 15 جوان اقترحت أنا سمعت من فطور 15 جوان ونخرجوا الانخراطات ومن بعد ندعيو من بعد وتجي الدعوة الجلسة العامة التقنية في الأجل المعقولة أجل معقولة اللي هي نص شهر 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 ونص اليوم احنا 29 ولا 30 مي مازال عندنا شهرين قبل 31 جوي معناتها يظهر لي وانا على علمي خاطر عندي شوية معلومات اللي الكاتب العام حضر مراقب الحسابات باش يجي من على فين الفارق ويخدم على روحه ويحضر التقارير معناتها من تحت ولا وضع النادي مازال يستحمل هو هكا معناتها الاساليب قعدت هي بيد ومن بعد جيت تحط اسامي تنحي اسامي معناتها الاسلوب هذايا راهو انا انت جاهل الجماعه اللي يكملوا دونوا راهو مش معقول باش نخليو النادي في وضع هكا في امور معلقه ماهيش محسومه يقول لك اجال ما تفوتش 30 سبتمبر ومن بعد يجي تسلي يقول لي لا تحضر قبل لا لازم تحدد بالمواعيد يلزم فما موضوع نادي فريق لازم تطرحه على المنخرطين يلزمك تطرح المشاكل تطرحها انت اليوم عندك باش تجابه الخطايا اللي هما مستعجلين وفي اللي خاصه جماعات واللي شهر واللي شهرين بس تعرف كان فهمتك كما يلزم النقاط اللي هبطوا في البيان تاع البارح انت اسمك موجود فيهم ما في بالكش بيهم يعني هكا ولا لا في بالي بالخلافات في بالي فتح باب الخلافات في بالي اتنحات تعيين اللجنة قلنا احنا في تعيين اللجنة واش فهم في تعيين اللجنة نحطه في البيان اللي باش يقوم بصيغة تعيين اللجنة في الإبان قبل ما تحطتش في البيان فهمتك علاش حسب رايك فهمتني الرابور فينونسي تاع 2015 انت مسدد انت شبيخ حتى كنت في باش ما لا نرجع زاد لعام 80 وعام 70 وكل شيء فما خلل في المطار. حسب رايك علاش ما تحطتش سيتارة؟ علاش ما تحطتش؟ خاطر ماشي نيه نتاع التسويه نقول لك
ايه فماش اسم فماش نية متاع تسوية وضعية نادي افريقيا. وانا هاو يا اسلام من هوني فبين تجهز للصورات المعنية جامعة تونسية لكرة القدم وزارة الاشراف شباب الرياضة. انا ما عنديش حتى تمثيلية اليوم في النادي الافريقي، ما عنديش تمثيلية باش تمشي تحكي وتهز وتنفض فهمني وما نعرفش تقول وش تخلي ما تقولش. لا 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 فما طلب نتاع جلسة عامة، فما طلب نتاع وضع انخراطات وجلسة عامة تقييمية تكون سيدة نفسها تكون سريعة ال ما مش سريعة في اللي ديلي الموجب احترامهم اللي هما يمشيوا من شهر لشهر ونص شهرين و 31 جويلية نقولوا هي مش مشكلة. هذا يراه ويغزر في سلام راه الأمور الرياضية تمشي على روحها تمشي على روحها تمشي على روحها نجم ولو نادي فيه لازم تلقى الموارد باش تحمي الكابيتال المال نتاعها وزواراتها وتحاول تخلصهم تلقى الحلول. اما العباد ما تحبش تمد يديها للحلول يعني كل هذايا هروب للامان. سي طارق انت حسب لك شو تبدل باش ما اجتمعوا تلوش معناها كنتوا باش تجمعوا وبعد تلغى الاجتماع ولا اتصالات هاتفيه شنو تبدل معناها؟ شنو صار؟ والله انا فما قالوا لي سالة ما توفرتش وكذا وقعدنا راهو الماضي ساعتين نستناهم بعد باش الجمايل خلوهم شنو ما لقيتوش وين تقعدوا معناها هذا سبب قالوا لي عملوا لي بروبوزيسيون في التليفون قلت ماهيش مشكله بالتليفون اما هيك يخرج البيان ونوني دي فورم وفيه النقاط اللي تفهمنا فيه في زوز نقاط مهمين اللي هما اللجنه هذه اللي باش تعمل له باش تلهى بالوضع الانخراطات وانقاذ النادي يسمع عباد اللي هي وقفت ونقذت النادي باش تشرب الخلانيه في دور على بعضنا جاو تصل بيا السي مهدي الغربي صباح وحكينا ونحكيه ودينا والولاد الكل زاد اللي وقفوا على 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 الادخل. انت الكلام الكلام نتاعك كان مع شكون؟ مع سامي المقدمي ولا مع عبد السلام اليونسي ولا مع شكون بالضبط؟ لا 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 معناها نقطة التنسيق والوصل كان سامي المقدمي. ها؟ نقطة التنسيق بيناتكم كان سامي المقدمي معناها؟ اي هو اللي تكلم كلمني حد اخر سامي المقدمي كلمني توفيق محمد الكلب او حسب رايك سي طارق عليك ما عادش عينهم عباد ما عادش عينها تتصل باش يدخل لهم اتصلوا وتلاقوا بالشحن كيف عليكم؟ وين اخويا من تربيتي يعني يكلمني انا ويجيني ميل من نادي افريقي كيف نتعامل معاه انا؟ وانا بودي ميل تجيني كيما افريقيا من فوق وكله هذيك هذاك السيت هذاك اللي يدق الماء في الاولاد زيد اعطيني شنو اللي حسب رايك سي طارق حسب رايك انت اكيد تعرف ومعنا مطلع على الكواليس علاش اسمك انت وتوفيق بن سمير بالذات هما اللي تحطوا اسامي الاخرين هما ما تحطوش معناها ومع العلم انه كلكم مستقلين معناها منسحبين. انت علاش؟ والله ايه ما نعرف علاش. انت لازمك تطلع الاحباء علاش معناها؟ ما فهمتكش. انت لازمك انت لازمك تقول علاش معناها؟ حاب نفهم ما عندك انت علاش؟ والله ما نجمش نقول لك علاش انا مش نفكر علاش ما نعرفش علاش. نعرفش علاش. ما كلمتش مثلا سامي المقدمي استفسرت منه علاش؟ لا سامي ليه يغزم لي يغزم لي اسلوب يا اسلام ما يخرجوش تسامي شنو تسمي عبيد الناحيه عبيد كيما تحطها المدير فهمت اللي المشكله مش في شخصي ولا في شخصي ولا شخص سي توفيق بن سمير ولا الاولاد الاخرين ولا فهمت اللي بالكش اللي ما تسماوش مش موافق لا لا مشكل النادي الافريقي انا حط خويا هذا المدير شنو تسمي ما تساعدنيش انا تسمي الناحيه عبيد بالكش اللي ما تسماوش كما كنا عيطت انت عيطت لهم الكل في الـ في الـ في الـ في الكونفوكاسيون الناس كل حكيت حديث نعرف تجي اليوم كي تاخذ قرار كور خذ قرار مع هذوما شنو معناتها مع تعامل الاغلبيه مع هذوما سي هذا خذ عبالات سي طارق بلاكش هذا ولات عدم ثقه عامين توا تخلقوا مع سي عبد السلام مليون السيد هذا عمره ما استفاقنا في حتى حاجه انا ما عندي حتى ثقه حتى ثقه من هذا من فيبري ما عندي حتى ثقه وانا نقول لك حاجه كان مش الحاق الولاد اللي حكيت معاهم تاع اللفخه ما نمشيش وما نجاوبش في التليفون اما خلاق ما تسمحليش انا متربي اللي يكلمني في التليفون نجاوب والفهم يفهم فهمت ونهز تليفوني ونجاوب على الميل وشأن يهم النادي الافريقي نجاوب وموجود وانخرطت من ناحيه النادي الافريقي وقدم واحد فيهم يعني واحد باش يطلعوا له السكر
شي حكايه هذي؟ طيب الناس كل تنضبط نفضلكم. عباد السب الليله كامله ولا عباد السب فيها في المستهجرين؟ كلام هذا؟ اسمع قلة التحية مش مستهزئين بها، مش متربين بها في الناس يا اخي. وهذا موجه للناس اللي قاعده تحكم تو الصح. الهجمة نتاع الأحباء تنجم تكون هي ولا موقفك هذا سي طارق؟ والله لا، والله لا. الأحباء خاطر ما قبلوش البيان اللي هبط البارح. والله لا، والله لا. أنا خاطر يعرفوا الأولاد الكل يعرفوا اللي أنا ما وافقت باش نمشي الواحد إلا على خاطر أمور. مرة قلت لك يا عم باش يخرجوا، يا عم حطوا المواضيع، يا عم باش يخرجوا الخراطات. يودي يهبوا على الخراطات ويقفوا على جمعيتكم. أهو. شوف شو تقعد نادي فيه مجاري من الشارع نهار طول من الشارع. خاطر الصلبطة وشنو عاملين عين تغدر الأخرى لا شنو شنو حاطين بهم الخسيرة في أفريقيا أي نظلكم الناس كل زادة من رئيس الجمهورية للوزراء الناس كل أي الناس كل تقف وتحترم روح جيران وحباء والناس كل الناس كل تحترم روح النادي الأفريقي لازم تقع تقيه قوانين ما تطبق كان على النادي الأفريقي قاعد نلوج نلقى تفسير سي طارق للاسامي اللي متحطت وما تحطتش ما ينجمش يكون خاطر الاخرين يرفضوا قطعيا الاجتماع والحديث مع الهيئه. ايه يا ولدي سي بس ما عارف التليفون سي بس احسن جاي قال لي جاي وباش نوافق على الانخراطات انا اعطيك تكست وكلمه توصل لك كذبني ولا قال لي باش نوافق على الانخراطات وعدات نتاع الاسامبلي ونخرج اخويا نزيد استقاله كان ما عجبتهمش الورقه هذيك اللي حطيتها شنو شنو استهتروا ببعضنا توا واضح ليه واحد الناس كلها على اعصابها بلاد كامل على اعصابها عباد باش تخرجوهم من سينتهم واضح مش نحكي على روحي انا راهو هيك يا اخي هيك اي نعرف انا بدي استغربت شويه تطلي تحكي به سي طارق مش مستانس كان اللي خرجوك من التفاهم شويه لا لا في ريونيونات يعرفون شكل من هكا اما في المحصور تو والله غالب جات في الراديو عفوا لا واضح يعطيك الصحة شكرا لك سي طارق خليك كان تحب حاجة ما قلتش ما عرفتش مبروك ربي يفرجك واضح شكرا لك سي طارق دونك بعد شوية باش يكون معنا بالتليفون نبيل السبعي المسؤول السابق في النادي الإفريقي يطلب حق رد على الكلام نتاع نبيل الكوكي بخصوص الأسبوع الماضي أيضا باش نحكيو نسألوه نصدروا له الفرصة بوجوده معنا نسألوه على سليم الرياحي والكلام اللي قاعد يدور حول إمكانية تعاودته للنادي الإفريقي من جديد الأخبار مع فادي التركي.